قلنا عليه كل حاجه انت مزينها دي سواء البادي او سي دي والحاجات دي. والجزء بتاعنا احنا كشاسيه وده على تقريبا عليه نص الدرجات حاجه اسمها الاي سي ار شيت. الاي سي ار شيت دي بتقول لك ايه؟ هديك شويه فورسز معينه زي اللي اتكلمنا عنهم امبارح سواء التورشن او الفرونت امباكت او الحاجات دي. يعني مثلا ده التورشن ستيفنس اللي كنا بنتكلم عليه. وبتبدا انت مثلا تحط كابل فورس هنا واحد فوق واحد تحت وتثبت الجزئين اللي ورا وتشوف الشاسيه يستحمل التورشن دي زي ما شفنا في الفيديو بتاع الشيفروليه امبارح. نفس الفكره هنا تلاقي واحد تاني مثلا بيقول لك ده نعمل واحد منهم مع بعض ان شاء الفرونت امباكت ده بيحط لنا حط لنا فورس 20 كيلو نيوتن دي فورس رهيبه جدا كانك عامل حادثه من قدام. وشوف الديفورميشن والماكسيم ستريس اللي هيطلع على الشاسيه ده. فتعالى نجرب كده في حاجه صغيره الاول نجرب مثلا في براكت نعلق عليه تلفزيون في حته او حاجه فنفتح هانسز وندوس ستاتيك ستراكشر احنا كده بننام بدري في اكتر من مديول تاني زي الناس اللي حضرت مثلا بتاع البادي كانت بتشتغل سي اف دي او تشوف الفلو بتاع الهواء حوالين العربيه. بس احنا عندنا هنا كستاتيك ستراكشر بنحط فورسز ونحط الباوندري كونديشن سواء حاجه فيكس او كده نشوف دلوقتي مع بعض. اول حاجه في الستاتيك ستراكشر بتخش تختار الماتيريال بيكون الديفولت في الماتيريال بتاع عزز هي بتبقى الستراكشر سبيد زي ما قلنا احنا عايزين نضيف ماتيريال تاني المونيوم فنروح دايسين هنا على انجينيرنج داتا نخش على جنرال ماتيريال ونلاقي هنا الالومنيوم الوي ونروح دايس هنا بس هات بعد كده ارجع تاني هلاقي الالومنيوم متضاف هنا مع الستاتيك ستراكشر ضفته خلاص نرجع نكمل نمشي بعد التري خطوه خطوه كده احنا ضفنا الماتيريال نخش الجيمتري ندوس كليك يمين عليها ونمبورت تعالى نشوف مثلا موضوع حاجه ثانيه قبل بس ما نخش الفايل الشاسيه قبل ما اسيبه اي حاجه عايز اعملها ستاتيك ستراكشر بعمل لها سيف از ستيب فايل او اي جي اس يعني ما سايبهاش كسوليد بارت انت لما تسيب اي حاجه عندك تلاقي الاكستنشن بتاع دوت اس ال دي ار خليها اعمل سيف از وتسمي ستيب فايل او اي جي اس بس واروح دايس الفايل اللي انا عملت له سيف الجيومتري دي طالما هي حاجه واحده يعني طالما دي ده براكت واحد قطعه واحده مفيش مشكله لما تخش على الجيومتري تاني بعد ما تعمل امبورت السوليد هيطلع لك تمام. لو حاجه زي الشاسيه بيكون مثلا عندك 91 ممبر كذا كذا ممبر ويلد يعني دي كميه المصير دي مع بعض. انسز ما ينفعش تخش له 91 حاجه وتقول له حط عليها فورس. يعني لو عندي مثلا دي حاجه عامله كده كده دي فاكر قدام الشاسيه فيها الاكساي دي مثلا فانا بقول له حط فورس هنا وهو داخل له البارت ده وهو داخل البارت ده غير البارت ده فلما احط له فورس هنا هو يقول لي خلاص انا هدي ده بس بالنسبه لده ماسك ايه ازاي؟ هل هو مفهوم؟ هل فماشي لو انا قلت فورس على ده وده بالنسبه للممبر ده هيتاثر بيهم ازاي؟ فنحتاج كل دولت نعملهم كومباين مع بعض وهتشوف برده جوه انسز ممكن نعملها ازاي. بس حط في دماغنا كده ان لازم على الاقل نخليهم اقل عدد من البارتس اللي احنا ممكن نوصل له مش لازم واحد بس عدد قليل.
بعد ما تخلص الجيومتري نخش على الموديل. التوتوريال دي كده موجود على اليوتيوب فيعني ممكن اوصلكوا لينك ليها لو حد عايز يجرب في البيت نفسه. ننزل انسس ازاي اصلا؟ نغير برضه بعد عايز ابعت لكم برضه لينك والكراك بتاعه يعني الناس اللي معانا في الجامعه ومصمم لو حد محتاجه انا هغرد لك لو حد عايز. اللي بيحتاجه انسس هنا الاول انك تدوس له اللي احنا بنحتاج نعمله في انسس هنا ان احنا الاول بنحط الباوندري كونديشنز. لو احنا قلنا مثلا البراكت دوت لازق في الحيطه من هنا ومتعلق عليه تلفزيون او متعلق حاجه من الكومين دولت فعايز اعرف الاول ان الحتتين دولت هم فيكسد او ثابتين في الحيطه فاروح دايس كليك يمين على ستاتيك ستراكشر انسرت هتلاقي حاجه هنا اسمها فيكسد سبورت اخترت الحاجه الفيكسد اقول له دوس هنا على النقطتين دولت وابلاي هنا ثبتهم فلقيتهم بقى بالازرق كده وزي ما عملت بالظبط في فيكس سبورت هدوس كليك يمين على ستاتيك ستراكشر انسرت وفورس. هو في الرسمه دي حاجه زي هول ويزر مثلا صح؟ ايه؟ يعني فاهم زي هول ويزر كده صح؟ انت كده كده رسم الحاجه دي على السوليد من الاول انت دلوقتي بتختار بس المكان بتاع المسمارين وتعرفوا ان هنا في مسمارين في حاجه ثابته في الحيطه. تمام واختار المكانين اللي هم التانيين اللي بيتعلق فيهم التلفزيون او الحاجه اللي على البراكت ده وادوس انسرت وفورس واقول له حط لي فورس هنا وفورس هنا دوس ابلاي هيجي في الفورس هنا يقول لي انت محتاج تحط الماجنتيود بتاع الفورس دي قد ايه او وزن الحاجه اللي محطوطه قد ايه فممكن احط له فيكتور واقول له امشي مع اي ايدج من الايدجز دي او الدايركشن اخليه كومبوننتس وعندي هنا اكس واي وزد اقول له حط لي مثلا في الواي 500 يعني مش لازم تحفظوا حاجه قوي حاولوا تخلوها في دماغكم دلوقتي وزي ما قلت لك الفيكتوريا دي موجوده بالنص على اليوتيوب هبصل لك لينك وبعد ما تحمل انسز امشي وراها يعني وصح كده انا حطيت الفورس بتاعتي. طيب كده عند الستاتيك ستراكشر التاب دي بتدخل فيها الباوندري كونديشنز ايه بقى اللي انا عايز اشوفه؟ اللي عايز اشوفه الديفورميشن زي ما قلت والستريس بدوس كليك يمين على السولوشن واقول له طلع لي في السولوشن دوت الديفورميشن طلع التوتال وتعالى في السولوشن ده طلع الستريس اللي هو بتاع الاوميسيس وتعالى هنا طلع لي خلينا لغايه هنا بعد ما طلعت الاثنين دولت ادوس سولف او رن ماشي مش والله طبعا في كاد مش بص يا شباب هي اهم حاجه بس الجزء الجزء المشي دوت احنا المفروض ان احنا بنحل الانسز بفاينايت اليمنت فقبل ما ادوس سولف او اي حاجه بدوس على المش وكليك يمين وجنريت ده بيجنريت الكليك يمين المش الديفولت اللي موجوده في الفانكس المش دي المفروض تشيك فيها ثلاث حاجات او تشيك الكواليتي بتاعتها عشان تاكد ان الحل بتاعها طلع صح. خلينا نخش في المش هنا وخلي السايز بتاعها كل ما صغر كل ما صغر اكتر ده معناه ان انا بحل الاكيوريت اكتر. مش عارف في ناس هنا خدت كورس فاينايت ولا لا بس اللي احنا بنحله كله احنا بنحل كورن نيوميريكال على المشز او الاليمنتس اللي انا عملتها الصغيره دي كل ما صغرتها اكتر ده معناه ان الاستريس بتاع البوينت دي هيكون مختلف عن اللي جنبيها كانها بيكسلز. وطول ما المش واخده شكل مش منتظم ده معناه ان الحل بيطلع نيوميريكال مش منتظم. طيب عشان احسن الشكل دوت واصغره شويه اعمل ايه؟ اول حاجه بختار في السايزنج هنا وخليه بقى كورس خليه فاين ده كده بيحاول يجيب بيكسلز اصغر او اليمنتس اصغر يعني. فصل.
بس اسمه مش لطيف. ولا في حد بالسير في القعدة بس ما نعرفه فتح. وصلنا هنا لغاية فاين. بيكون عندي في معظم المواسير لو انا شغال على حاجة سيركلر واختار حاجة هنا بدل الادابتف دي او السايز فانكشن بخليه كبتشر. دي حاجة بتعرف تكاتش الحاجة اللي واخدة كبتشر او حاجة واخدة فينس بتعرف تمشيها بشكل احسن. طب حاجة الشخصية بتاعي نصه قطعات سكوير ونص تاني بيبقى سيركلر يعني فاختار بروكسيميتي يعني كبتشر. ده معناه ان هو بيعرف يجيب الحاجات البروكسيميتي دي اللي هي مثلا عندك زاوية 90 وعايز تجيب الخط اللي ما بينها هو يعرف يجيب التيتس الصغير. طريقة المشي عامة يعني هتحتاج فيها شوية قراءة شوية يعني مستحيل تتلم في حاجة سريعة كده بس احنا حاطين في دماغنا ان احنا دايما بعد ما بنعدل في الحاجات دي كلها بنيجي نبص تحت على المش كواليتي نبص على ثلاث حاجات الاسبكت ريشيو واحنا دي المفروض عارفينها من امبارح الاليمنت دوت قد ايه كروس سكشن بالنسبة لطوله المفروض ان هو يحاول يكون بيرفكت سكوير او بيرفكت كيوب يعني طوله زي عرضه فطول ما الاسبكت ريشيو دي عندك هي الافرج دي المينيمم اسبكت ريشيو في الالمنتس دي كلها وده الماكسيمم وده الافرج الافرج ده طول ما هو قريب من 1 انت عامل مش حلو هنا ده 2.3 ده حاجه بعيد انا عندي حاجات ضعف في الثانيه احاول اقلل في السايز ثاني وارجع ريتشيك على الـ على الافرج اسبكت ريشيو ثاني حاجه بتشيك عليها هي السكويز يعني ايه سكوينس خليني اشرح زي ما قلنا اللي احنا عايزينه يبقى بيرفكت كيوب او بيرفكت سكوير حتى لو حاجته دي فالمفروض يبقى عامل كده الالمنت اول ما الالمنت يبدا ياخد الشكل البالير بلاد يبقى عامل كده بيقولوا على دي كده السكوينس ان هو بدا حد يعمله شيء ده معنى الالمنت ده مش هيطلع ريزلت حاجه بتشيك على الحاجه دي ازاي ببص على السكوينس هنا واشوف دايما ان هي تكون قريبه من الصفر مفيش ميل خالص تلاقي هنا ان المينيمم عندي 2. كام في 10 وستلم 2 ده صغير حاجه صغيره قوي والماكس 0.8 لو جت 1 دي مصيبه عشان خلاص مبني على الاخر والافرج 0.3 انا عايز الافرج ده يقرب على قد ما اقدر من الزيرو عشان اتاكد الريزلتس اللي انا هطلعها صح مش مجرد الوان وخلاص يعني وبعد ما خلصت ده دوس هنا في الجيمز يعني بلاش نتكلم شويه ممكن نبقى على طول ونشوف لايف نفتكر حاجه من المفروض هنا يطلع لي التوتال ديفورميشن منطقي قوي ان يكون عندي ديفورميشن في الحته دي هي الحته اللي متعلق فيها الوزن وبالتالي الماكسيمم ديفورميشن هنا فيها 0.5 مليون كده الفرصة اللي انا جايبها دي منزلة الحتة الحديد دي نص ملي وهتلاقي الاسترس يعني منطقي قبل ما تشوفه منطقي يكون عند الحتتين اللي هما ثابتين في الحيطة خلينا برضه نبص يا ابويا بشكل وحش بس منطقي ان الاسترس اللي موجودة كلها موجودة عند المسمارين اللي مثبتين الشيء ده والاسترس هنا خلينا شايفينه انا مش شايف الرقم هنا الرقم هنا 576 بس خلينا نشوف بقى ان لو عايزين نحل حاجه زي كده زي اللي كنا بنتكلم عليه امبارح ان احنا بنحاول نعمل تمبليشنز على قد ما نقدر بس هنا مش كومباين قوي بس ممكن نحط ريب من هنا لهنا ونشوف الارقام هتختلف ازاي ده وده المفروض ان احنا نعمله في الشاسيه بالظبط على ما ندخل الشاسيه فاضي برضه ونبدا نحط فيه الاعصاب زي ما اتكلمنا امبارح بس خلينا هنا نغير الجيومتري
اللي هتبقى معاك الناس اللي هتبقى معاك مش هنشوفها من هنا من هنا من هنا خلاص بنفني شويه شباب مش عارف اعمل ايه اول من النهارده بس نفس الشيء على جنريت البش سيبت الـ Fixed Support كليك يمين تاني عشان احط الـ Force تعال نشوف تتفرق الأرقام تلاقي information منطقي ان هو يقل طيب دي عشان حاجة صغيرة طبيعي ان الميش بتاعها بيخرج بسرعة جدا هوريك مش هسيبه برضه لما ندخله information هنا بقى 0.1 بدل 0.5 والستريس بدل 570 مسكال بقى 417 عشان انت حطيت السبورت ده بالظبط عشان حطيت الريب طيب الكلام ده مش هسيبه بيتطبق ازاي مستحيل ان الرندر ما يشسيه بس يعني هوريك كل المره دي انا هنسيرت الشاسيه بقى اللي احنا رسمناه من شويه وده منطقي هتلاقي الممبرز اللي فيه 91 فهنضطر نخش في جيمتري ونعملهم كومباين. بس كده الكيمين عليها عندي في الفانسيس حاجتين بيعرفوا يعدلوا في الجيمتري زي السوليد ان هم بيعرفوا يرسموا هنا حاجه اسمها ديزاين موديل وحاجه اسمها سبيس كريم. حسب الشاسيه اللي انت بترسمه ساعات سبيس كريم بيعرف يصغرهم لعدد اقل من ديزاين موديل يعني خليه مثلا من 91 ممبر ل 5 وساعات ديزاين مودر بيعرف يقلل اكتر عن سبيس كريم يعني حسب الديزاين فانت جرب في ده مره وجرب في ده مره وشوف مين احسن. هنجرب هنا بالديزاين مودر. في ناس بتشغل دماغها تخلي ديزاين مودر كومباين الاول واروح مدخله بعديه على سبيس كريم واقول له جرب كومباين فساعات يروح مقلل الاثنين كمان او ثلاثه عنده. المهم فتحنا ديزاين مودر. نجوز جنريت هنا عشان يظهر الشاسيه. هنلاقي هنا النمبر اوف بارتس. تحفظهم؟ جامد 82 هتلاقي هنا بدل كانت قطعه واحده بقى عندي 82 منها فهدوس هنا على كرييت واقول له كرييت بولين كونديشن ومن على بولين دي اختار يونت يعني هنا ممكن اقطعهم من بعض او اخليهم يقابلوا بعض فيونت دي هي الاد وفي سبستراكت ثانيه اسمعني بعد ما اخترت يونت السلكشن هنا في فانسز بيكون ليلبل بوينت ليلبل بوكس ببوكس سلكشن فانا اختار بوكس سلكشن عشان اختارهم مع بعض جاي كده واختارهم كلهم وادوس اطمن كده اخترت ال 82 اقول له جنريت شوف هيوصلهم لغايه كام وصلهم لاربع بطاقات حلو نقفل ده اوريكم نفس الشيء بيتعمل بس سبيس كريم كده غالبا مش عارف يعمل حاجه بعد الاربعه دول بس هوريكم المفروض نعمل ايه سبيس كريم ده التاني كات يا الله 10 دقايق ونكون خلصنا، أنا آسف على التأخير والله. طب حضرتك إزاي ربطت النيوميريكال بالأنسس؟ يعني؟ قلت دلوقتي إن إحنا بنعمل مش حلو فده في النيوميريكال. لا أنسس بيحل النيوميريكال مش يعني لو أخدت فاينايت لو أخدت كورس فاينايت هيقول لك إن المش اللي هو بيعملها أنسس دي معناه إن هو بيحوله للإليمنت الصغيرة وبيحل عليهم نيوميريكال. يعني أنت لو أخدت الطبيعي الستريس هو عبارة عن فورس على الأريا ولما يكون عندك ستريس وشير تحلهم بهم ميسز. بوم ميسي دي بتعرف تحلها شويه اناليتيكال بايدك لما الاستراكشر بيكبر يقول لك لا مش هتعرف تحل الجيومتري دوت في طرق نيوميريكال بتحلها فانسز بيعمل كده بيعرف هو بيريحك من الحسابات دي كلها زي ماتلاب يعني زي ماتلاب بالظبط ممكن تعمل التوأم ده على ماتلاب ولكن الجي واي بتاع انسز بيبقى الطف شويه ايه؟ بس السكرين نفس الشيء بتروح دايس هنا على كومباين كومباين تروح مختار هنا نفس الشاسي كله وتدوس اد بس هو مش هيعرف يقعد على الكلام حلو؟ ماشي اقفل ده بقى نفتح نبص شكل المصيبه اللي عندنا احنا بدل ما داخلين براكت احنا داخلين شاسيه عربيه
الكتشتات الكتشتات يا جوه انت ما هنعمل نفس الشيء بس الموضوع هنا هيبقى دمبل مشي شويتين ثلاثة تانيين. كبر المشي عشان تخلص بسرعة. أنا المفروض كنت أعمل اللود سبريس يعني قلت الشتات حاول تدخل بس الإليمنتس الأساسية. هو تحت ده شيك ميتال؟ اه المفروض كنت أعمل اللود سبريس بس احنا ممكن أعمل ماشي. بعد كده شرفت الشاور عشان معمول كومباين عشان عايز أصور. أنت بتحتاج كنت في الجيومتري قبل ما اعمل لهم كومباين اشيل الشتات دي من الاول ملهاش لازمه معايا في الفانسي دي. نفس الشيء هاجينا في المش زي ما قلنا طالما حتى السكوير كيوبس اللي احنا بنستخدمها كان الايدجز بتاعتها متفلته فاجي في السايزنج واختار بدل ادابتيف دي اختار فلوكسيت انكربتشر ونفس الفكره اتاكد مش كواليتي اراني المش حاجه زي البالك هيد هاجي هنا قدام واروح جاي هنا احط له الفورس هنا وراح نختار الفيس دي واقول له حط عليها دي احمر وبدل هنا في الجوتن اخليها بس بعد ما احط الفورس دي ثبت هنا النقط اللي ورا كل ده مكتوب في الاي سي ار شيت ورا من الرن ايد بس احنا كده المفروض خلصنا ونشوف الريزلتس اللي طالعه لو مش حلو هنبدا نحط بقى التعصيبات اكتر منها يعني انا فاكر دوت الحته دي اتكسرت منه انا هحطيه هنا واحد هنا واحد هنا وهكذا افضل اتريد بقى لغايه ما اطلع الفاينل ديزاين ده بس كده احنا خلصنا شباب واسف على التحليل.